نبيل دقائق فقط على المباراة، وأكيد كملت كل شيء أنت، لكن التوجس موجود، مباراة مصيرية. باختصار كيف تصف الأجواء والسيناريو؟ مباراة صعبة جدا، صعبة على الشرطة وصعبة على الطلبة. الشرطة يبحث عن اللقب منذ أكثر من 18 موسم، والطلبة يبحث عن البقاء في موقع لا يحصل عليه. أتمنى بكل قلبي أن تنتظر المباراة بصورة جيدة جدا، وأني أحتفظ بالعاطفة الجماهيرية الكبيرة، هذا الجمهور الراقي والرائع. أتمنى أن يكون ختامها مسك إذا للشرطة وإذا للطلبة. أنا أفرح من الشرطة إذا أخذ الدوري، وأفرح للطلبة إذا بقى بالدوري. أكيد هي مشاعر خاصة، لكن أنا حاليا مدرب الطلبة، أعمل للطلبة. طيب، عودتنا دائما أنه توقعاتك دائما صح، من حتى من كنت معنا محلل، اليوم أريد منك توقع للنتيجة. والله أتمنى من قلبي التمني الطلبة، لكن المباراة صعبة أيضا، والشرطة أيضا له طموح، لكن أتمنى إن شاء الله طلبة. طلبة باقي إن شاء الله. تم اختياركم من قبل الاتحاد لإدارة هذه المباراة، كيف التحضيرات لهذه المباراة وتوقعاتكم لمن ستكون النتيجة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا بالبداية نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كطاقم تحكيمي لإنجاح هذه المباراة، لأن هي تعتبر لبنة الدوري العراقي هذه المباراة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وبذلك كما أتمنى للفريقين النجاح وللجمهور وللاتحاد بالتوفيق إن شاء الله. كابتن مهند، مباراة كبيرة ولك شرف أنه أنت تكون حكم قائد لهذه المباراة، وبالتالي مو جديدة عليك المباراة الجماهيرية، لكن احتمال هذه المباراة تكون حساسيتها أكبر من اللي مضى، فكيف تجد هذه المباراة وكيف هي معنوياتك قبل هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد إحنا ملمين بوضعية المباراة، وكل مباراة كل مباراة هي مباريات مهمة بغض النظر، وأكيد هاي المباراة لها طابع خاص. حضرنا تحضير مثالي لهاي المباراة واستعدينا بشكل كبير جدا. نتمنى التوفيق للفريقين، والأكثر نتمنى التوفيق لطاقم التحكيم. هاي المباراة يعني تعني لنا شيء الكثير. نشكر اتحاد الكرة ولجنة الحكام على هاي الثقة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق جميعا. كابتن، مباراة صعبة ومهمة، وشارك زملائك اليوم أنه المباراة راح تكون صعبة، لكن أنتم اختياركم لهذه المباراة هو يعتبر شيء كبير بالنسبة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد راح تكون مباراة مهمة ومباراة كبيرة. نتمنى الفريقين يقدمون مستوى لائق بسمعة فريقهم، ونتمنى التوفيق لكل الفرق، نتمنى التوفيق للزملاء وطاقم التحكيم، وإن شاء الله تكون مباراة تليق بسمعة الفريق إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. أشكرك حبيبي. Thank you.
اليوم يعني بأمل واحد، باحتمال واحد، يريد اللقب ولا شيء غير اللقب، واللقب يعني الفوز على الأنيق. وليد إلى حسين عبد الواحد، أحمد فاضل، مهدي، مسلم مبارك يحاول أن يمر أمام منطقة الجزاء، كرة عالية، كرة خطيرة للشرطة، كرة خطيرة، هذا فاول للشرطة، هذا فاول للشرطة على حسين كريم. حسين كريم في المكان السليم، في المكان السليم وضع حسين كريم، وجمهور القيثارة يحتفل بالصدارة. وإيد بإيد الحلم يصحو من جديد، والقيثارة تقبض على اللقب بيد من حديد، والجمهور الشرطة سعيد 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 بهدف حسين كريم الذي وضعها في المكان السليم. وإيد بإيد حلمنا يصحو من جديد. هذا يجعل هناك نوع من الاطمئنان لدى فريق الطلبة. وأربعة فرق، أحمد أياد لاعب خطير، أحمد أياد تسديده، سجل هدف الأمان والاطمئنان. عندما آن الأوان بوبا يسجل هدف الأمان والاطمئنان وهدف اللقب، هدف اللقب يسجله الإفريقي بوبا بتسديدة. لاحظوا لاحظوا الإعادة، بوبا تحرك وبعد ذلك التسديدة، وبوبا الذي سجل 7 أهداف للشرطة ليس فيها أي هدف في ملعب الشعب. ربما يشارك في هذه الليلة الجميلة، كرة ممتازة، كرة خطيرة، مشروع الهدف الثالث، تسديدة ورغام جعلها 3 بالتمام، ورغام جعلها 3 بالكمال والتمام، وكرة تمر من بين أقدام علي مقشر وثائر جسام. خلاص 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 خلاص، دعونا نقول مبروك للشرطة، مبروك للقيثارة، مبروك لجماهير القيثارة. خلاص حسمت الصدارة، والقيثارة حلوة أخباره، والقيثارة حسم الصدارة وأحرز الذهب.
مهم. الف مبروك الفوز واللقب، واكيد فرحتكم ما توصف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هني هاي الجماهير تستاهل، موسم كامل مساند الفريق، الحمد لله والشكر. هذا الدرع نتيجة للجهود الكادر التدريبي والإدارة واللاعبين. حقيقة 10 أشهر كانت مليئة بالتعب والإجهاد والضغط النفسي، الحمد لله تكللت جهودنا بنجاح وبالحصول على لقب الدوري، لقب بطعم خاصة. نادي الشرطة لم يحصل على اللقب منذ 16 سنة. الحمد لله والشكر. أنا أبارك لهذه الجماهير وإخوان اللاعبين، وأبارك للسيد إياد بنيان والسيد عدنان الأسدي، وأبارك الكابتن ثائر جسام، والحمد لله والشكر يا ربي. ألف الحمد لله وشكر ومبروك لك. مبروك، وأكيد كان أكو شيء ببالك لكن ما حكيت بي. الآن أنا بس أحب أبارك لك، وشو تقول لهذا الجمهور الكبير؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أبارك لهذا الجمهور رئيس النادي والكل واحد شرطة وبهذا الكاس اللي غاب عنهم فترة طويلة، وأكيد هذا الفوز ما جاء من شيء ما موجود، جاء من تعب من كادر تدريب ومن هيئة إدارية ومن الجمهور ومن اللاعبين. وإحنا الفوز نهدي الرئيس النادي، إنه هو أكثر 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 إنسان تعب بهذا الشيء، والحمد لله وشكر وبارك لك وأقول لك الحمد لله وشكر. إن أنا ضاعت الكلة اللي أنت ترشل نفسي. مبروك مبروك حمودي. وليد ألف مبروك، تعبكم ما راح، ويعني اللقب غالي عليكم بعد طول الغيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. دور طويل، حالات الدور هو من يطول ويصير بيه معانا شوية، والحمد لله بجهود الإدارة جهود الجمهور الحمد لله حققنا شيء الجمهور ويرضيكم إن شاء الله. الله يرضيكم، مشكورين. ضغوطات كبيرة خاصة عليك من المباراة الأخيرة، لكن الحمد لله الله سهل واستحقاقكم كان لقب الدوري وتعبكم. يعني اليوم كانت ضغوطات علي، يعني اقدر اقول لك كاس العالم ما انضغط في جبهته، مثل ما تعرف مباراه ثلاث مباريات ضاع اللقب، هاي المباراه الرابعه يعني كانت يعني كانت كانت مباراه صعبه للغايه صراحه. يعني مباراه يعني لم اشهد مباراه في ملعب الشعب من قبل، يعني مباراه حبيبي انا لحظه مباراه من معنى خاصه في دراسه الجمهور شركه الدرع، يعني مباراه كانت بس لحظه مباراه كانت يعني صعبه. الحمد لله اشكرنا قدام الناس، وعيت العملاق الكبير قلت له ان شاء الله غدا افصح عن امكانيات الحقيقه بعض الحقيقه عفوا بعض الناس قد قدرات محمد حميد، انا محمد حميد عاد والحمد لله اشكر عدنا والعوده احمد وقدر على الدوري. الجمهور يعني يعني اقول له وجه له كلمه واعتذر عن كل خطا بدر من عند هاي المباراه الثلاثه الاخيره، اليوم عوضتهم اليوم شتيهم الدرع، قالوا الدرع راح، الدرع ذهب الى غير القلعه الخضراء. الحمد لله اشكر بعد 16 سنه لم يستطيعوا ان يحصلوا لقب الدوري، الحمد لله اشكر حصدنا هذا 2013 2012، وان شاء الله نعدهم بعد استحقاقات اكثر ان شاء الله. مبروك يا حبيبي سالم، الف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك. ما راح لقب جديد يضاف لسجلك الشخصي، لكن هالمرة شوي مختلف، كان بصعوبة بضغوطات منافسة لآخر أدوار، بالتالي شو تحب تقول بعد نيلكم اللقب؟ أول شيء الحمد لله وشكر، وثاني شيء عن هذا جهود اللاعبين والكادر التدريبي والهيئة الإدارية. يعني تعرف يعني هذا الدوري يختلف عن كل دوري، المنافسة لحد آخر يعني لحد آخر دقيقة بالدوري، بس الحمد لله وشكر قدرنا نحسم اللقب، وإحنا مفهوم نحسم من قبل مبارتين ثلاثة، بس الحمد لله وشكر قدرنا يعني نحصد اللقب وقدرنا نظل بصداره من بدايه الدوري لنهايته الحمد لله وشكر على الحال. وهذا الدوري اللي هذا الجمهور اللي ساعدنا من بدايه الدوري لحد نهايته الحمد لله وشكر يستاهلون والله الجمهور. مسلم انت ماخذ دوري قبل، هذا يختلف طعمه يختلف هالمره؟ والله انا معبود يعني حارس دوري 4 مرات، بس هذا يعني هو العام ما كان في منافسه، بس مو منافسه يعني مثل هالسنه، لان العام من اخذناه اخذته بربيع يعني قبل مباراتين او 3 مباريات لحسم الدوري، بس يعني هالسنه لحد اخر لحظه يعني كانت منافسه يعني بيننا وبين اربيل منافسه قويه ولحد اخر لحظه بالدوري، بس الحمد لله شكر قدرنا نحسم الدوري الحمد لله شكر. الحمد لله مبروك. الله يبارك فيك حبيب قلبي. الله يبارك. جهودك كانت كبيره خلال موسم كامل، ضغوطات كبيره، المنافسه لاخر يوم، لكن الحمد لله تعبكم مره. الحمد لله والشكر، تعرف دوري طويل دوري الشاق، الحمد لله والشكر قدرنا نفرح الجمهور الشرطة واللي غاب الدوري عنا أكثر من 15-14 سنة، الحمد لله والشكر جهود الجميع الإدارة لاعبين مدربين اللي قدرنا نفرح هذا الجمهور الحمد لله والشكر. أحمد أول لقب بيسجلك يسجل رسميا، كيف شو يعني لك هذا اللقب؟ الحمد لله والشكر شيء ما ينوصف بالنسبة لي، هذا تاريخ لي ومسيرتي الرياضية إن شاء الله. جمهور الشرطة فشي كبير عندي. شو تقول لهم؟ مبروك لهم. مبروك عليك حبيب الكابتن. الله يبارك فيك حسين صاحب هدف الفوز، الف مبروك عليك اليوم.
مناسبة كبيرة بالنسبة لنا. لا 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 عوف عوف على الهواء. حسين شو تحب تقول للجمهور بعد ما يكون لقب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشي أشكركم على هذا اللقاء. مثل ما تعرفون الجمهور يعني يمكن من قبل 3 مباريات يعني اعتبر احنا هاي الفرحة. الحمد لله وشكر الله خلانا اياها يعني بآخر المباراة. وأهم الجمهور هذا الحاضر وأقول لهم ألف مبروك ألف مبروك تستاهلون الدرجة. تعال حسين باقي بالشرطة؟ والله إن شاء الله إن شاء الله وزورية إن شاء الله إن شاء الله. علي حسين ألف مبروك. لقب يضاف لسجلك ولكن هذا اللقب يمكن يعني طعمه غير جبي بعد تعب بعد ضغوطات كثيرة لآخر لحظة. ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول الحمد لله وأشكر يا رب على هذا الإنجاز اللي حققناه. مثل ما تعرف يمكن فريق الشرطة غاب عن منصات التتويج فترة طويلة. الحمد لله وأشكر يمكن هذا الموسم كنا عازمين كإدارة وكادر تدريب ولاعبين على حظ الدرع. ومثل ما تعرفون احنا يمكن من بداية الموسم احنا مصدرين صح آخر اللعبات يعني تعرف نشدينا ودور طويل لكن الحمد لله وأشكر قدرنا بمباراة ضد الطلبة ضد فريق جماهيري نحصل على الدرع ونحقق 3 أهداف. وإن شاء الله نقول يعني مبروك الفريق جمهور الشرطة وإدارة الشرطة وإن شاء الله القادم بعد أحسن فريق الشرطة. ألف مبروك. شكرا جزيلا يا حبيبي. ألف مبروك ختام اللقب وأكيد مثل ما تمنيتوا تعبكم ما راح وألف مبروك مرة ثانية لك. الحمد لله وشكر الله ما خيب ظننا من بداية المرحلة اللي هي نهاية المرحلة احنا مصدرين الحمد لله والشكر. صارت بعض الاخفاقات الحمد لله والشكر راحت بخير سلامة. اليوم الولد هل شفتم اليوم نتيجة واداء وهذا الجمهور اللي حضر ساند الفريق من بداية الدور لنهايته. واشكر كل من ساعد فريق الشرطة وهذا الدرع اهدي لها جمهور الشرطة ان شاء الله. فريد الفقر ما لعب اليوم غلط بس ما يلعب احنا هو ما موجود بس من ما يلعب احنا نفوز. ايه؟ فقر فقر مو بس فقر لو هسه يموت ما احكي وياه لو يموت اكرهه. شو عليه هو ما احب هسه شنو يخاف راس على الله وعلى الحيمه ها محمد يحكي عليه انا ما احبه ما ارتاح له بس يجي وين يلعب باللي بدوك. فريد هسه محمد حكى عليك قال انت الفقر وتلعب بدوك شو عليك محمد داز الجفاري خاف منه. مبروك الفوز اكيد استحقيته وتعبكم ما راح. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر هذا الجمهور اللي هدينا هذا الفوز بطولة الدوري يعني حقيقة صار فترة طويلة من 15 إلى 16 فريق الشرطة ما حصل على هاي الإنجاز صار 16 سنة. أعتقد هاي الفرحة ما تنسى هذا تاريخ يسجل باسم لاعبين يعني بعد فترة طويلة انت راح تجي تلقى اللاعبين نفس ما هاي الأسماء الرنانة يعني تجي يذكرون بعد سنين يذكرون هاي الأسماء. أعتقد هذا الفوز دي هاي الجماهير لإدارة الشرطة لسيد عبد الناس دي لكل محبين الشرطة هذا الفوز يمكن اللي نقلنا الكأس إلى بغداد يعني صار فترة طويلة يعني تعرف الكأس يطلع خارج بغداد نقلناه هاي الفرحة ثانية حقيقة رجعت يعني الكرة نقول البغدادية إلى محكها الحقيقة بالنسبة لكرة الشرطة إن شاء الله خلال الفترة قد نصير أفضل وأحسن. ألف مبروك أمجد. أحتفظ بيه أمجد. نهاية سعيدة وفرحت جماهيرك وتعبكم مرة والله يعني أحلى لحظات بحياتي تقريبا هي هاي يعني دخلنا البيت بقلوب يعني هاي الجماهير الجميلة هم أزرونا يعني تعرف صار تقريبا 16 سنة على هذه الوضعية فخطيه يعني احنا بدنا نسوي لهم شيء حتى نفرحهم وان شاء الله قدرنا نسوي هذا الشيء واخذنا الدرع. امجد ليش بكيت؟ اكو حسره بقلبي يعني حتى قبل يوم عندي برنامج انا بكيت على الدرع على ملاش على مود هاي الجماهير يعني بس نفرحها. خلصت الحسره؟ لا بعد ماكو شيء الحمد لله. ماكو شيء؟ لا الحمد لله. هذا الجمهور شو تقول له؟ يعني ما اعرف ايش اجازي ها؟ ما اعرف ايش اجازي ترقص له هسه ارقص له يلا I'm
جرحي طيب حلوة عشرتك مو حب كلام لسان حبه